ناس بتحب مصر. فيتوريا المقطم، استمتع بالخصوصية والأمان. فيتوريا المقطم على مساحة 60,000 متر، طراز معماري متطور بلمسة جمالية فنية، مساحات خضراء، كلاب هاوس، ممرات مشي، مناطق شواء، مناطق أطفال، رعاية وأمن، خدمات فندقية. نحن نؤمن في فيتوريا أن السكن لم يعد مجرد جدران، وإنما نسعى لأن نبني مجتمع سكني متناغم ومتكامل للتفاصيل. للحجز والاستعلام شركة النصر للإسكان والتعمير، الخط الساخن 19270. هذا البرنامج برعاية بتحب مصر. فيتوريا المقطم، استمتع بالخصوصية والأمان. فيتوريا المقطم على مساحة 60,000 متر، طراز معماري متطور بلمسة جمالية فنية، مساحات خضراء، كلاب هاوس، ممرات مشي، مناطق شواء، مناطق أطفال، رعاية وأمن، خدمات فندقية. نحن نؤمن في فيتوريا أن السكن لم يعد مجرد جدران، وإنما نسعى لأن نبني مجتمع سكني متناغم ومتكامل للتفاصيل. للحجز والاستعلام شركة النصر للإسكان والتعمير، الخط الساخن 19270. للإعلان على شاشة LTC، الوكيل الإعلام الحصري كابيتال ميديا. انتظرونا الليلة في كورة بلدنا مع عبد الناصر زيدان، وانفرادات جديدة ومثيرة، وحوار خاص مع الكابتن حلمي طلال، والكابتن ضياء السيد، والكابتن ياسر عبد الرؤوف. الليلة سميت البرنامج شاي بالياسمين. انا لقيت الشاي بالياسمين ده في كل حاجه في حياتي. طرق الغش معروفه، ازاي نقدر ان احنا يعني نساعد المواطنين خارج مصر ان هم ياخدوا حقوقهم. القانون اتعمل علشان يحمي المواطن. في حاجات حلوه فيه بس ضايعه وسط الحاجات الكتير اللي باينه قدامنا. للاسف في ناس ممكن تشرب الشاي بالياسمين وهي مش عارفه. صوت، صوره، فيديوهات، تسجيلات، مكالمات، ملفات كتير بتتفتح في الموضوع ده، وناس كتير بتتظلم في الموضوع. طول ما احنا ماشيين ورا الظواهر وورا المظاهر وورا الحاجات اللي بتعوق الدنيا كده حوالينا، نرجع لنفس النقطه ان في شاي بالياسمين. بلدنا أمانة، بلد الناس الطيبين، اللي زرع واللي صنع، الكنايس والجوامع، بسمة حلوة بتترسم على وشوش الشقيانين،
دمعة تشتكي كل عيون المظلومين. سد عالي ملوش بيبان وإيد قوية على اللخام. أرضها أمانة، شعبها أمانة، نيلها أمانة، بلدنا أمانة. هذا برنامج برعاية فيتوريا المقطم. استمتع بالخصية والأمان. فيتوريا المقطم على مساحة 60,000 متر، طراز معماري متطور بلمسة جمالية فنية، مساحات خضراء، كلاب هاوس، ممرات مشي، مناطق شواء، مناطق أطفال، رعاية وأمن، خدمات فندقية. نحن نؤمن في فيتوريا أن السكن لم يعد مجرد جدران، وإنما نسعى لأن نبني مجتمع سكني متناغم ومتكامل للتفاصيل. للحجز والاستعلام شركة النصر للإسكان والتعمير، الخط الساخن 19270. للإعلان على شاشة LTC الوكيل الإعلام الحصري كابيتال ميديا. بتحب مصر. برعاية LTC ناس بتحب مصر. والأمان. فيتوريا المقطم على مساحة 60,000 متر، طراز معماري متطور بلمسة جمالية فنية، مساحات خضراء، كلاب هاوس، ممرات مشي، مناطق شواء، مناطق أطفال، رعاية وأمن، خدمات فندقية. نحن نؤمن في فيتوريا أن السكن لم يعد مجرد جدران، وإنما نسعى لأن نبني مجتمع سكني متناغم ومتكامل للتفاصيل. للحجز والاستعلام شركة النصر للإسكان والتعمير، الخط الساخن 19270.
للإعلان على شاشة LTC الوكيل الإعلام الحصري كابيتال ميديا. انتظرونا الليلة في كرة بلدنا مع عبد الناصر زيدان، وانفرادات جديدة ومثيرة، وحوار خاص مع الكابتن حلمي طلعت والكابتن ضياء السيد والكابتن ياسر عبد الرؤوف. الليلة بلدنا أمانة، بلد الناس الطيبين، اللي زرع واللي صنع، الكنايس والجوامع، بسمة حلوة بتترسم على وشوش الشقيانين، دمعة تشتكي كل عيون المظلومين، سد عالي ملوش بيبان، وإيد قوية على اللي خان. أرضها أمانة، شعبها أمانة، نيلها أمانة. بلدنا أمانة. برنامج شاي بالياسمين، انا لقيت الشاي بالياسمين ده في كل حاجه في حياتي. طرق الغش معروفه، ازاي نقدر ان احنا يعني نساعد المواطنين خارج مصر ان هم ياخدوا حقوقهم. القانون اتعمل علشان يحمي المواطن. في حاجات حلوه فيه بس ضايعه وسط الحاجات الكتير اللي باينه قدامنا. للاسف في ناس ممكن تشرب الشاي بالياسمين وهي مش عارفه. صوت، صوره، فيديوهات، تسجيلات، مكالمات، ملفات كتير بتتفتح في الموضوع ده، وناس كتير بتتظلم في الموضوع. طول ما احنا ماشيين ورا الظواهر وورا المظاهر وورا الحاجات اللي بتعوق الدنيا كده حوالينا، نرجع لنفس النقطة اللي فيه شاي بالياسمين. واستحوذت على جوائز الكاس. الصناعه نجني عليها ام هي جانب خفض التضخم الى 13%. ربنا يعينهم فعلا على الموضوع ده. لوم تعيش كل واحد بيفعل مزاجه. حلو ومش حلو. انا كبعد امني دي نقطه مهمه جدا. لا لا لا، انا ما عنديش، انا اسمي مجد، ما عنديش. اي دوله دون قائد قوي لن يكون هناك دوله. مشروع قومي بشبكه طرق ضابط المواصفات الامريكيه تحترم ادميه المواطن. هذا الدستور بيقول لك احنا اقتصادنا بيعتمد على العرض والطلب، لازم ضوابط اكتر من كده. هل ده له علاقه بالتحيات الموجوده؟ الله اعلم. اتفقنا، بس فوق الكل. هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية Thank you.
الخصوصية والأمان. فيتوريا المقطم على مساحة 60,000 متر، طراز معماري متطور بلمسة جمالية فنية، مساحات خضراء، كلاب هاوس، ممرات مشي، مناطق شواء، مناطق أطفال، رعاية وأمن، خدمات فندقية. نحن نؤمن في فيتوريا أن السكن لم يعد مجرد جدران، وإنما نسعى لأن نبني مجتمع سكني متناغم ومتكامل للتفاصيل. للحجز والاستعلام شركة النصر للإسكان والتعمير، الخط الساخن 19270. تحذير: تحذر شركة زانوسي بأنها مركز الصيانة الوحيد المعتمد لمركب غسالات زانوسي، وأن الشركة غير مسؤولة عن أي صيانة إلا من خلال الرقم الموحد 16238 بسعر المكالمة العادية، والشركة غير مسؤولة عن أي صيانة تتم خارجها. تعلن شركة زانوسي عن بدء حملة الصيانة المجانية. زانوسي أكبر مركز خدمة لصيانة الغسالة زانوسي، قطع غيار أصلية، ضمان لمدة 2 عامين، فريق عمل جاهز ومدرب على إصلاح كافة موديلات زانوسي، أسطول من السيارات لأي مكان في جمهورية مصر العربية. لو غسلتك ما بتعصرش أو فيها برومة اتصلي بنا على رقم 16238، ولو محتاجة تجديد شامل وكامل اتصلي بنا على رقم 16238. صيانة وخدمة زانوسي في أقل من 24 ساعة. زانوسي مركز خدمة العملاء، الأولوية الأهم لدينا هي تقديم الخدمة المميزة لعملائنا. فقط اتصلوا بنا على رقم 16238. زانوسي فخر الصيانة. للإعلان على شاشة LTC، الوكيل الإعلام الحصري كابيتال ميديا.